ديال المتابعين الكرام، شكرا لكم مساء الخير عليكم المتابعين ديالنا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكون الصحه جيده، ان شاء الله تكونوا تقضيو اوقات ممتعه وتكونوا كتمتعوا باجواء الصيف واجواء الشواطئ بالمملكه. فاليوم يعني ما عرفتش شحال درجه الحراره يعني في اليوم الثالث على التوالي هنا في مدينه شيطان. المتابعين الكرام من واحد ولا راه حنا متواجدين معكم هنا في المدينه المتابعين الكرام. كما كتشاهدوا معنا هذا هو شاطئ المدينه المتابعين الكرام اللي عامر من اخر المتابعين الكرام. بزاف ديال الناس جاو قاصدين البحر اليوم متابعين الكرام، وبزاف ديال الناس جاو يتبردوا، بزاف ديال الناس جاو انهم يلقاو يعني واحد المكان للاستجمام، واحد المكان فاش يكون وقت الراحه. وتما كتسوا معنا يعني المضيق يعني من المدخل ديالها حتى المخرج ديالها فهي عامره كلها متابعين الكرام. يعني ما عندكش بلاصه فين تحط رجليك متابعين الكرام، وما عندكش بلاصه فين تحط يديك، ويديك الا حطيتها يتلف عليك. يعني يدك يعني متابعين الكرام كما كتشاهدوا معنا، يعني يدك الا حطيتي يديك على رجلك فهو يقدر يتلف عليك، ولدك صغير الا مشى تدخل وجاي يرجع للمظل ما يبقاش. لان يعني الصراحه الباراسور محطوط يعني في حدا الموجه، الموجه كتضرب كتلقى الباراسور محطوط فيه، والصغار والكبار يعني الناس كاملين يعني جو البحر متابعين الكرام. كنت تشاهد الاجواء هذه الصراحه اجواء رائعه واجواء جميله، ولكن الشاطئ المضيق يعني من حيث الفرد ديالو وحيث انه يعني كاين فيه يعني مواصلات كثيره، فكيبقى واحد الشاطئ اللي هو قريب قريب بزاف، ولكن عامر بزاف اليوم متابعين الكرام. كما كتشوفوا واش هذه المضيق ولا شي بحر اخر، فكما كنقولوا يعني الحين فالشماليه ديالنا الدنيا بلوم، وكل شيء جاي تبرد، كل شيء جاي تبحر. يعني درجه الحراره مع 9 درجه الحراره، فالاجواء صراحه ماشي عاديه يعني، الاجواء مختلفه على خاي معايا اخي الكريم يعني ماشي غير الحاشيه اللي عامره، حتى الحجار يعني كما كتشوفوا يعني حتى الحجار كلان يعني حتى الناس جالسه في الحجر وكتعرفها. يعني الا جينا نشوفوا يعني في المحيط الاخر فهما الحجر كما كتشوفوا، يعني اللي دار صغار يعني كيعوموا في الحجار، والدنيا عامره يعني كما الرينكون يعني كما كيقولوا الناس يعني الرينكون الحر ديال الرينكون عامر يعني عامر من الحجر. لا جيت صورت كنت جيت قربت يعني جيت زوميت يعني في القاع كنت ما كنتش ما تخافوش، هادي غير رينكون ماشي شي حاجه كاينه ولا شي حاجه واقعه، هادي غير هذا غير شاطئ ديال رينكون. يعني هاكا تشوفوا الان هذاك تشوفوا البحر يعني شحال عامر قبل مصطفي مع عمر بالزوار. يعني اليوم صراحة يعني أجواء مختلفة على باقي الأيام. اليوم يعني واخا يعني اليوم نهار ثلاثة، اليوم يعني كاين عطلة اللي كيعرف الجميع يعني اللي كتزامن يعني ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذلك يعني جات كتزامن مع عيد الشباب متابعين الكرام. فاليوم ذكرى ثورة الملك والشعب، و 21 شهر غشت فالمغاربة كاملين يعني كيحتفلوا ذكرى عيد الشباب، هادشي اللي خلى يعني الناس مع هاد العطلة، مع الاباء كذلك يعني عندهم عطله، والعمال عندهم عطله، والناس اللي عندهم عطله، فكلهم يعني جاو قاصدين البحر متابعين الكرام. وكل شيء يعني تقول كل شيء الناس كامله يعني تفكر واحد الرينكون الدنيا قريبه، غلقاو التاكسيات غلقاو الفرضه، فالناس دراوش مساكين هذا البحر دراوش، فالناس دراوش والناس ديال العائلات فهم اللي كيقصوا البحر هذا، لان كيبقاو قرابين على المحطه ديال الكوبيس، وكيبقاو قرابين على المحطه ديال التاكسيات باش ما يتكرفسوش، لان قلت المواصلات في الفصل الصيف اللي كتعرفوا من تطوان، خلت هاد الناس اللي كتجيو بحال كثره بحال كثره، كذلك حتى الزوار والمصطافين يعني اللي متواجدين يعني في هاد المدينه هادي، فتا مصدرهم جاو متابعين الكرام، جاو اللي كيعيشوا في الشاطئ. ماشي هادي غير هذا غير شاطئ، هذا والله العظيم غير بحر ديال الرينكون، وهو عامر يعني وقع تابع يعني ماشي وقع شي غزوة احد ولا شي حاجه، هذا غير بحر ديال الرينكون يعني اليوم مثل ما كتشوفوا يعني وقع تابع. صراحة لازم تشوف الميضة حيث الزوم كما كتشوف يعني القاع ديالو كابر شحال ديال الناس جاو اليوم يتبحروا متابعين الكرام، كلشي في القاع حتى واحد ما يقدر يبقى برا، لأن الأجواء صعيبة والحرارة بزاف، الحرارة بزاف خصوصا اللي هنا يعني تاع الحجر يعني تاع الحجر تاع الحجر من القمة اليوم اليوم الدنيا بلون كما كنسمو حنايا بالدارجة ديالنا، فالدنيا بلون صافي، شوف الناس كيفاش محشيين في بعضهم، يعني الجهة ديال المنضولة والناس محشيين في بعضهم، الجهة ديال الحجر،
ولدك كي تلف عليك ما تبقاش. نضل نمشي نضل نضل نمشي نضل نضل نمشي نضل. ربنا ما بقاتش كذا من قوت يعني مي قال الله فيه. والناس اللي في المول والناس اللي في الحارة يحتاجوا في المحاضرات ما كنتش هكذا. صورة غنية عن التعريف وكذا الكلام وما كنقولوا. فالشاطئ اليوم لان وهذه الاجواء ديال الشواطئ ديال المملكة. هذه الاجواء ديال الشواطئ ديال الشمال وهذا هو الشمال. اللي قالوا الناس يعني كانوا يقولوا عليهم منقطعون من حرب الشمال فعرفنا غادي الشمال. الشمال عامر عن اخره والشواطئ ديال الشمال هي مملوءه عن اخره. بالنسبه للمتابعين الكرام يعني الناس اللي كتسول شمال بحر هذا هو شاطئ ديال الرينكول او المضيق. هذه الاجواء ديال المضيق ولا ديال الرينكول متابعين الكرام. اذا مع هذه الاجواء فكنحييكم على المتابعه ويسعدنا نقول لكم صحتكم صحة وراحة ومرحبا بكم ودمتم في رسالة حديثة.